تذكرة الحفلة مرة غالية وبصراحة ما يمديني عليها. والله كلنا ما يمدينا عليها، بس أنا عندي الحل. طيب وش فيها لو حضرت الحفلة؟ يا خدي ما تفهمين، أقول لك حفلة ما في، انسي الموضوع هذا، شيليه من راسك. أنا أخليك تروحين حفلة؟ ما راح أخليك تروحين حفلة لو على جثتي. بس أنا أحب عبد المجيد. نعم؟ أحب أغاني مو هو شخصياً. يا شوى الله يخليك، خلنا أحضرها مع صديقاتي. انت ما تفهمين، حفلة ما فيه، انسي الموضوع. مدرسة بنات دي أحبك. خلص متحمسة زيادة يا أختي. مو شغلك. مو شغلك. في عز ما كنت أهوجس فيك أكواك رجلي لبابك جيتك وأنا ما تكرني بس أذكرني كذا يما في السماك أهو جسدي وفحلك أبوها أنا لكن وجدي مكان جيتك وانا مكرني انت رايح لك بس أذكرني كذا الله اسمعني. اسمعك. لا ما اقصد كنا، الاغنية اسمها اسمعني. الا انت من جمهور مجيد؟ لا لا انا من جمهور الشباب. الشباب هذه الاغنية هذه احبها مرة. تدري انها من الحان المبدع سهم؟ سهم ياسر القحطاني. كنت اتمنى انه يلعب في نادي الشباب. وابغى اقول اني احبك وانت لسه اللي عشقتك قبل لا دمعي غير وجهك اللي بك. هاي امر شخبارك؟ انا ما يجهركم في استراحه 4 وبيك تصور الحفله في سنابي بليز. لا يا شيخه، دافع تذكره ب 500 ريال وتبينا اصور الاسم؟ اقول دزي امها. مين اللي دز امها؟ ها؟ مين اللي دز امها؟ لا انا ما اقصد وحده بالسناب بنبلمس. ايه اشوى. اكفوش عامر، انت بتتحرش بالفتيات حتى لو كان لفظيا، ترى بعدين كلبوش تم القبض. اقول دز امها انت وياها، مسوي فيها يعني؟ انا ما اهم. بحول لك 500 ريال بس تكفى تكفى صور لي ونزل سنابات قصتي وفي الخريطة وحط سنابي. أتحداك ال 500 ريال، يعني الحين التذكرة طلعت بلوشي. أموت فيك يا مجيد. هلا والله بجارتنا مي، أبشري بعزس ما طلبتي شيء. مالس إلا ترسلي لي اليوزر ولس أحلى حفلة. أسوي لس فيديو كليب إذا بغيتي. بنات بنات تخيلوا مي حاضر الحفلة. إيش؟ لا 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 مستحيل مستحيل. أي والله هذا حسابها، تعالي شوفي. هي ولا مو هي؟ قايلت لكم من قبل البنت هذه حقودة وحسودة ومصلحجية بعد، ما صدقتوني. وريني وريني. حظها. بنات خلونا نشغل التلفزيون يمكن تطلع بين الجمهور، شكل معاها الجوهرة. عبد المجيد احبك. وانا بعرف. هذا ما ينصادق. يا بعدهم كلهم. الف مره. لا 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 يا مجيد نبي قديم. الف مره.
مرة غناها. يا ليل جمهور 2016. أقول اسمعي، ترى أنا مجيدية أكثر منك ومجيد ضايفني في تويتر بعد. يا بزر، أنا أسمع المجيد من قبل ما تولدين. أنا بزر؟ أنت وأشكالك كيف تمد يدك على البنت؟ كيف تمد يدك؟ كيف تمد يدك أصلاً؟ كيف؟ كيف تمد يدك علي؟ إذا أهلك مربوك أنا أربيك، تفهم ولا لا؟ مريض على القلب بعد. خير إن شاء الله. قلة أدب. حلت بعد كل قوة عين وبجاحي مد يده بعد. شوق لو شوق. اجلس اجلس. ضغطي وعقالي ماني مرجعته. اعوذ بالله. يلا انقلع. هماس تقولين ما انت مرجعته؟ مو شغلة. اوكي. نصور بعد؟ لا 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 ركزي في الحفلة. يا روحي يا مجيد. أنا من قبل أعرفك. عارفين مين؟ وش اللي تعرفين مين؟ جالسة أغني مع مجيدي. مجيدي؟ ريموت هاتي. يلا قومي 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 سوي عشاء. يلا بس مو وقت عشاء الحين. مزاج. أنا جوعان أبي أكل وأبيكي أنت اللي تطبخي. أبي كبسة لحم. يلا قومي الشغالة ما بيها تقرب المطبخ. قومي. مجيدي وبزلة طبعت. أنا في البداية كنت بحذف مقطع المضاربة اللي صورته، بس جاني عليه تعليقات وتفاعل وجاني بعده 10,000 متابع. شكرا يا عامر شكرا. أقول لا تتأخرين بس علي بالحساب. أوكي كلمتها قلت وينك بعد الحفلة ما شفناك؟ قالت عندي تغطيات ومدري ايش اخلصها واجيكم. الله يا الدنيا، عشان مقطع مضاربه في حفله مجيد اشتهر سنابها وصارت تسوي اعلانات وتغطيات. يا شيخه الله يرزقها لا تحسدينها. ثانيه يا ابوي فاتك نص عمرك فليناه صح. والله بسط وهزوست شيء فاخر من الاخر. ولو انكم حاضرين العزازي. هلا والله بالحوالة اللي توسع الصدر. اطنخوا يا عيال، من قال غدا؟ انا كلهم تغدوا الا انا. ابشر بعزك يا كفتة. وش بغيت بس؟ كفتة ام عاد. كفتة دجاج ولا لحم؟ لحم. كل روحك. شوف انا عندي تغطية لثلاث محلات، ذا الكوفي وخلصت منه، بقى اثنين مشغل نسائي بالدمام انا بصوره، والمحل الثالث اللي ابيك تغطيه هو محل العبايات. طيب ورا ما ترسلين احد البنات؟ لا معلش ما بي ولا واحده من البنات تتدخل بشغلي الخاص. 1500 تبي ولا بكيفك؟ 1500 ايه اعتبري الموضوع منتهي. دز اللوكيشن على الواتساب. بنات ايه انا قلت للبنات مستحيل ما يتسويها وتسحب علينا، بس صراحة كفو عليك دعستي في السناب. والله لو لله فم عامر ما دعست في السناب. وللمعلومية يا بنات ترى يغطي لك اي شيء وبخشم الريال، يصور لك وانتي في بيتك وابد اكشخي على العالم. اوه والله جاب وقته. وهذه طريقة البزنس، بيعطوني 150، 100 لي و50 لكم. طيب ليش انت 100 واحنا 50؟ ولا تزعل، أنتم 100 وأنا 50، اتفقنا؟ اتفقنا. سلام عليكم يا طيب. هلا وعليكم السلام. ما شاء الله تبارك الله، هين عليك باردة، الصلاة على النبي، مرتب مؤنتك وجهك نظيف، لبسك شياكة، أكيد السيارة الفارية هذا المرسيدس حقتك. لا يا أخوي أنا معي الأكسنت هذيك. ليه أمرني؟ في شيء؟ بغيت شيء؟ خلاص روح روح يا شيخ روح. طبي كده طبي كده.
وجو غني بس طلع فقير. والله ما زاير خداع اقسم بالله. اللهم لا شماتة، هذا باين عليه فقري مرة، حتى حق الغدا ما عنده، فقران كحيان مرة. سوي الممنوع، الله يعطينا ويعطيك. لا يا طيب، انت فهمتني غلط. انا اول حاجه ابغاك تحلني وتبيحني لاني اغتبتك. نمره اثنين، انا ابى طلب غير الفلوس. ايوه وش تبي؟ امنيه حياتي اركب سياره مرسيدس واصور سناب. اشبر بخاطري يا طيب. أقول لك أبو الشباب، ممكن معليش تشغل لنا أغنية ماجد المهندس يهزك الشوق؟ أنت ما حد هزك بكف على عينك، طلباتك زادت. يوه ما تهديها أهو. انزل هذا العطر مخلوط من العنبر والمسك وخشب الصندل والعود، كمان موجود فيه ورد بلغاري. طيب ما شميته؟ استنى، مو عشان سيارتك كبيرة ازعجتنا. لو سمحت اخوي وراك ناس. نسيت الطلب اللي هو فلان موه. معليش اخوي، ما عندنا شيء في الكافي بذا الاسم. طيب اقول لك جيب لي شاي حليب. ما في شاي حليب اخوي، في بلاك كافي وفي كابتشينو وفي فلات وايت وعند. ايوه هذه هي اللي قلتها، فلات وايت. ياوه هذه هي. تفضل اخوي. مشكور. وهذه لك يا شكش، تستاهل. يجي بس تكفى عامر اعفيني من شيء اسمه تصوير سيارات فخمه وطلبات الاغاني للبنات، لانه من الصباح لين العصر وانا شغال فرفره في تركي الاول وفي التخصصي عشان ادور سيارات فخمه وبالقوه حصل. لا يا شيخ تتشرط بعد، انت حظك الطلب اللي يجيك تنفذه. اوكي وهذه لك يا كفته يا ابو الكفاتي، الزبونه تقول تصويرك البطل. يلا. ايه سلامات، اعطيك مزور انا مثلا ولا وشو؟ حط مخباتك. وهذه لك يا شكش حق التصوير الكافي بعد. مساكم الله بالخير يا عيال. وش ذا الشغل يا ياسر؟ ليه وش فيه؟ استهبل انت وجهك؟ مطلع يدك كلها شعر في اعلان العطر؟ نكبتنا مع العميله مي ونكبتها مع اهلها، بالقوه حولت لنا الفلوس. الحين التصوير المي جارتنا في الاستراحه، كنت احسب الوحده ثانيه يا ابن الحلال. لا يا شيخ، وش يفرق يعني اذا المي ولا الغيرها؟ الشغل شغل ما لها دخل، خلك رجال ومركز ثاني مره يا درج. تعال. هذه 50 ريال، خصمت عليك 50 علشان ثاني مرة ما تفهي. خذ بوس للزهر. يا ابوي شكله زعل. وش اسوي له؟ طويل واهبل، خله يركز في الشغل، انا في الشغل ما اعرف اخوي. انت معلم داري. اسف لاني احرجتك، وبيني وبينك ما جت على بالي. ايه انت احرجتني عند متابعيني يا غبي. احمد ربك اني رجعتها وقلت لهم ان اخوي هو اللي شرى العطر هديه وصور لي. طيب خذي. وش ذي؟ هذه 50 باقي لك 100 قيمه الاعلان اللي سواه عامر. سلامات 50 و100، انا معطي عامر هذا الاعلان 1000 ريال. مساء
مساء الخير. يا مساء النور. إيه وأقول لكم عزمتنا بكرة على العشاء. سلامات مي، إيش فيك؟ من ياسر ذا الملحوس لاحقني لين باب الاستراحة عشان يعتذر عن تصويري اليوم وهو يبي يعطيني 50 ريال. المهم ما علينا، مد اللي عزمتنا اليوم يا بيان. الجوهرة عزمتنا كلنا على العشاء بكرة. خلاص حلوين، بكرة نجتمع هنا بعد العشاء ونروح بسيارة واحدة. حلو. صبوا له في جال عالي العال عقب الغزيلة تغسلونه، صبوا له في جال عالي العال. ايش قاعد تسوي انت؟ احس السيارة وسخة فقلت انظفها. لا يا شيخ، دايم تصل الصبح، وش معنى الحين؟ وش عندك؟ صبح ولا ليل، اهم شيء السيارة تكون نظيفة. اقول راح اقلع. يلا يلا. حن الغريب ورجع لأهله، أعود مع الغيم لحبابه، هب الهوى وقام يندهله، حي الشتا وحي ما جابه، أقبل وكدنا على مهله. على وين يا الحبيب؟ البيت ترى فيه محارم. أقول خليك ساكت بس كمل شغلك. وين ماما؟ وين ماما؟ أقول احترمي نفسك، وترى أنا صاحب القصر هذا كله وزوج الجوهرة. معليش أنا آسفة صدق، يعني قاعد تغسل أنت يعني ما أدري والله. أنا آسفة صدق، آسفة. الحمد لله شفتوا بعينكم عشان ما تلوموني إذا ما زرتكم من الاستراحة. والله ما لومك، هذا زين يخليك تتنفسين. معليش يعني أنت مو بس قطعتينا، حتى سناب انقطعتي عنا من تزوجتي. كيف تبيني أصور وأنا في البيت 24 ساعة؟ لا والبنات يكلموني ليش ما تصورين، وأنا أتفشل ما أقدر أرد. بس هذه يبيلها عامر. من حامل؟ ياهو، لك كم يوم زعلان ولا تجي الاستراحة ولا شيء. تبغى الصراحة، عامر من حقه يزعل. لا ترفس النعمة يا غبي، عامر ضحى وتعب وسهر الليالي، هو فرحتنا وسعادتنا. أخي أنت إنسان حسود. يا هطف أنت وياه، ماخذين مقرب في عامر. بعدين أنا ما جيت الاستراحة إلا لما دريت أنه هو مو موجود. أنا جاي أكب العشاء، اقرب أنت وياه واسمعوني وش بقولكم. هلا بالزعول، أرسل لي شكش بالواتس أنك بالاستراحة وجيت أصلح اللي بيننا. أسكت، كان يقول لنا قصة حلوة. وش قصته أنت؟ ايش اخبارك عامر؟ ابشر بالعوض قدام العيال، جانا طلب تصوير من وحدة كاش الكاش اسمها الجوهرة، نبي نروح نتعشى ببلاش، سجل عندك 1 عشا بلوشي. مدري تحسين عادي ارسل لليوزر؟ يا بنت الحلال وش فيك خايفة؟ عادي كل البنات تعاملوا معه، وعادي اذا خلص تصوير غير الباسورد وانتهينا. زين بسوي تخصيص لزوجي وبعدين ارسل العامر اليوزر. ها صالح وين الحين؟ ادخل مع ثاني لفة يمين، يجي المطعم على يمينك. يا ابوي ايش الحياه الفخم هذا والسيارات الفخمه؟ احنا في اضخم حي فيك يا رياض ولا ايه؟ اهدى اهدى، ها لا تصير خفيف، هذا طلبها تقول ابغى افخم مطعم بالرياض، وصالح ما قصر دبر لنا. ولا حد زين طاوله باسم الجوهره، افسقوا يا عيال. هذه هي ارسلت مرسل اليوزر حقها الخفيفه. حبيبتي وحشتيني. طلعت من البيت 12 صحن شاورما، 30 بروستد، 20 ششطو، 10 كباب، 22 حمص، 30 متبل، 3 بابا غنوج، كبنية عندكم 3، اوكي؟ يكفي كذا؟ يسد يا بي، الفاتورة وصلت حين حو 3000 ريال. قال يا شرم انفخ، قال ما من برطم، ايش دخلك انت؟ ها اسمع، خلاص قفل الفاتورة وجيب لنا الطلب، يلا دزها. حاضر. دزها. حاضر. حاضر، اقول دزها. حاضر. مبسوط بعد، كنا هو اللي بياكل الطلب. اهلا وسهلا يا فندم، في حجز طاوله؟ لا لا ما عندي حد، الا ابي طاوله الجوهره. شايف حضرتك الطاوله اللي عليها الشباب دول؟ دي اللي حجز باسم الجوهره. هذا انت قلتها شباب، وين الجوهره؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش، ممكن تيجي بعد شويه، بس ده الحجز باسم الجوهره يا فندم. شرفتنا يا فندم. اتحداك المقبلات البطله، الحين يجي احلى تصوير لعيون الجوهره يا عيال. انت تعرف الجوهره؟ ايه. لا
أنت وش دخل أمك؟ أنا زوجها يا بعدهم كلهم يا سراجي بينهم. عطني من دنياك لحظة وترك الباقي لهم. وش في عامر؟ تأخر في التصوير. أول مرة أتسنى بأحد، بدخل أتأكد منه. تعالوا شوفوا بنات وش مرسل لي زوجي اللي يموت فيني. أشوف؟ وريني حبيبتي وحشتيني. الله كيوت. إيه مرة.